أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ساهرون، والتي سنستعرض فيها بعض النجاحات التي قامت بها بعض المفوضيات على مستوى ولاية نواكشوط الثلاثة في إلقاء القبض على مجموعة من العصابات. نفذت عدة عمليات على مستوى هذه الولايات، كان طابعها الأساسي مهارة هذه العصابات في تنفيذ عملياتها وقلة احتياط المواطنين في تأمين ممتلكاتهم بالشكل الكافي. تابعوا معنا جملة هذه العمليات. تتعدد أساليب الجريمة وتكتسب أشكالا جديدة يوما بعد آخر، ومع التقدم التقني الحاصل على مستوى وسائل الاتصال ووسائط التواصل الاجتماعي خصوصا، يجد المجرمون بيئة خصبة للإيقاع بضحايا يتعاملون دون سابق معرفة مع حسابات وهمية تديرها عصابات إجرامية. لذلك فإن ما يعرف اليوم بالجريمة السبرانية يتطلب متابعة أمنية ووعيا أمنيا من المستخدمين لهذه الوسائل. مجموعة شباب صغار في السن انتظموا ضمن عصابة تنشط منذ فترة في عمليات سطو واحتيال باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. أدارت العصابة حسابات وهمية تحمل تارة عناوين بنوك محلية يخترقون من خلالها الحسابات البنكية للضحايا، وفي أحيان أخرى توهم العصابة ضحاياها بأن هذه الحسابات هي عناوين لمحلات تجارية باستخدام شعارات وتسويق منتجات للبيع. وقد استخدمت العصابة أساليب متنوعة لمحو آثار الجريمة، الأمر الذي عقد عملية البحث، خصوصا وأن تلك المبالغ المالية كان يتم تحويلها إلى عملات رقمية يتم إيداعها عبر شبكات وحسابات غير موثقة. هذه العصابة تتكون من 9 أفراد تتراوح أعمارهم بين 14 إلى 18 سنة، ينتهجون نوعا من السرقة جديدا كثر في الآونة الأخيرة بشكل ملفت، وراح ضحيته عدد كبير من المواطنين في مختلف ولايات الوطن. تعتمد هذه السرقات أساليب متعددة ومتنوعة، من أشيعها فتح صفحات على الفيسبوك تنتحل أسماء بنوك وطنية يعلنون من خلالها توثيق الحسابات التابعة لتلك البنوك، حيث يستدرجون الضحايا عن طريقها ويقومون بالنفاذ إلى حساباتهم من خلال المعلومات التي يزودهم بها، ويستولون على ما بها من أموال كما يستخدمونها أي الحسابات لأغراضهم الأخرى كشحن العملات الرقمية وتبديلها، كما يقومون كذلك بانتحال عناوين محلات تجارية لبيع الملابس والإكسسوارات، حيث يقومون بعرض البضائع عبر حسابات على التيك توك مربوطة بحسابات واتساب مفتوحة بأرقام تابعة لدول من آسيا الشرقية وجنوب أفريقيا، حيث يوهمون الزبون بأن عليه دفع نصف المبلغ مقدما على أن يدفع النصف الآخر بعد أن تصل إليه البضاعة، وفور إرساله للمبلغ المطلوب يقومون بحظره مباشرة دون أن يتركوا أثرا يمكن تتبعهم بواسطته. البحث الذي قامت به الشرطة كان معقدا جدا، حيث استغرق عدة أشهر قيمة خلالها بتتبع دقيق للمبالغ التي تمت سرقتها، حيث إن المشتبه فيهم لا يظهر لهم أي أثر في عمليات السرقة هذه، وإنما تحول المبالغ المسروقة من حساب الضحية إلى عدة حسابات أخرى كلها لضحايا آخرين، إلى أن يتم تحويلها إلى عملات رقمية عبر منصات غير موثوقة. هذه المنصات الرقمية صارت وجهة لأغلب السرقات التي تتم بواسطة التحايل الرقمي، وهي منصات يصعب تتبع المبالغ التي تدخل عن طريقها، حيث إن الحسابات المفتوحة داخلها لا تشترط أي وثائق رسمية، وإنما يمكن فتحها بواسطة معلومات صورية ومزيفة. الشرطة من خلال البحث مع هذه العصابة إلى أزيد من 400 عملية تحايل أغلب ضحاياها في ولايات الداخل، وقد فقد بعضهم مبالغ معتبرة، وبعضهم استدعي عدة مرات وخضع للتحقيق حول عمليات سرقة نفذتها هذه العصابة بواسطة حسابه البنكي. العمليات التي قامت بها العصابة تشكل عدة جرائم كالسرقة والنصب والتحايل وانتحال هوية رقمية مزيفة والنفاذ بدون حق إلى نظام معلوماتي، فضلا عن التشهير، وهم الآن في مرحلة البحث الابتدائي الذي سيحالون بعده مباشرة إلى النيابة العامة بنواكشوط الجنوبية.
بعض الضحايا قدموا شهادات حول عمليات الاحتيال والسرقة التي تعرضوا لها، مثمنين جهود الجهات الأمنية في التصدي لمثل هذه الجرائم. تميت لين تلاقيت بواحدين على فيسبوك، أنا ملي وثقوا لي بنكيلي ومشيت لهم كاردين جيتشو صورتي وحالتي كاملة اللي ينفتح عليها التطبيق، وتميتني جاني كدات وشيني، خرست سداجل ما قدرت ندخل، وتلفنت الاجانس ومشى قالوا لي نغير كودي، غيرت كودي الحقت ما رصيدي ما تلف فيش، قست كوميساريا عرفات ثلاثة في الدقيقة 19 وعدوا لي إجراءاتي كاملة، ورجعت لهم يوم الاثنين وأعطوني تاقط اللي نقيس بها البنك، وجزاهم الله خيرا مشى معايا واحد من الشرطة وعدلوا لي غايتي كاملة. تميت لين تلفن علي شخص ما نعرف كانهم من ذو القابضه ولا ما من ذو القابضه، تلفن علي شخص وقال لي اني نمشي نسحب شكايتي لكنهم يرد لي فاضتي. قلت له ما عندك مشكله تسبقني الكوميساريه، قال لي مولي ما عندك مشكله، ما علق علي ولا شيء وجر عيد. تميت لين عاد يوم الثلاثاء مشيت قست وكيل الجمهوريه ورديت لي قضيتي جزا الله خيرا، تلفن على الكوميسار الدار الرابعه وجيت هنا شي هم اللي وتكفل لي ملي بروايه، وتلفن على الشخص وجا الشخص موليني بذاته ورد قضيته كامل، جبرنا هو اللي اتصل بذك الجماعه وتوجزام الله خيرا بعد عاونوني عدلوا لي كل شيء، وقفوا معايا وقفه حماس الوطن جزاهم الله خيرا. انا تميت لين طلعت الواحد على الفيس ناشر مشروع عن وثائق بنكيلي، طلعت له دوري وثائق بنكيلي، مشيت له رقمي، مشيت له رقم كاردان، جيت ادخل سداجي هذا خلق ليله 28 ان شاء الله 12/2023، تواصلت مع اهل السداد قالوا لي عن الصبح اللي يخلق الصبح الجمعه ان شاء الله تعالى دوري مشوا لي رقم من عندهم، نعدل شكايتي عند العداله، مشاو لي الرقم عدلت شكايتي عند العداله، عدلت شكايتي عند العداله ومشاو الشرطه القضائيه هون، مضيت تقريبا دعود الشهر عقب الحمد لله حكم الطفيل، يا غير الطفيل هذا اللي وزاد معدله في سداد، ورجعنا شو العداله قالنا وكيل الجمهوريه يعني عدل تمجيد البحث في القضيه، وتسال الحمد لله عدل تمجيد البحث في القضيه يعني عاد نهارون حكم الطفيل اللي معدل ذا كامل. انا كنت ندور موثق، طلعت قبوت رقم من نقر السيد بنكيلي، كنت ندور وثق لي حسابي الى سداد، قام خش قال لي مشي له مساج ورقم كاردان جيتو ورقم تليفوني مشيتهم له، قام ثرو قام قاس تطبيق شر سداد ودار في رقم كاردان جيتي وتخالف في سداجي، وانا كنت قاعد ندور وثق لي بنكي الحساب، وقام خش سداجي وجاه مساج قال لي انا نطيه له، وانا ما لاحظت يعني قال لي نطيه له نقيته له، قام خش سداد وسحب فضاء عليه كامل ولا شيته يعني عاد لا جيت خش سداد برد فوتي مشيت خليت يعني طلعت له ما تكلم لي ما تلي يجاوبني ما تتكلم لي لا واتساب ولا شيته، الان الصبح اصبح قست بوليس تو ذكرته عندهم راهو لحقت القضيه بس شاكر حتى بوليس عن عدلوا كامل بدلوا شهدهم، راني شاكرهم حتى مشاو معايا القضيه كامل يلحقوهم وحكمهم هم كامل، راني شاكرهم جزاهم الله خير. الجريمه السبرانيه إذن هي احد اخطر انواع الجرائم في عالم اليوم، وعلى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحذر من الوقوع ضحيه مثل هذه العصابات. هي كلها جهود تصب في الصالح العام وتؤتي أكلها في كل مرة، وستتواصل بحول الله حتى ينعم المواطن بالسكينة والهدوء ويعيش في أمن وأمان. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة الخاصة، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة بحول الله.